تشاهدون في هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة. درع الخليج، اليمن، مبادرات السلام أهم المحاور، أزمة سكن أم أزمة فكر، الترفيه بالنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. وكالعادة أرحب بضيوفي الكرام، معنا هذه المرة الدكتور جاسر الحربش الكاتب في جريدة الجزيرة. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير والمشاهدين. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الكاتب والناشط المعروف الأستاذ عقل باري. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. معنا هذه المرة أيضا الخبير أعتبره خبير في الشأن اليمني العقيد ركن إبراهيم المرعي. مساك الله بالخير. أخيرا معنا الكاتب في جريدة عكاظ الأستاذ خالد سليمان. مساك الله بالخير. مرحبا. أهلا بضيوف الكرام وبكم، وإلى موضوعنا الأول. المناورة البحرية الأضخم في مياه الخليج ومضيق هرمز، خطوة سعودية لفتت أنظار الكثيرين من ناحية المكان والحجم والزمان، في الوقت الذي أثارت هذه المناورة الحرس الثوري الإيراني الذي أصدر بيانا حذر فيه من عدم الاقتراب من المياه الإقليمية لبلاده، معتبرا أن المناورات تهدف إلى تأزيم المنطقة وتعريض أمن الخليج للخطر. مناورة درع الخليج واحد في الخليج العربي التي أقامتها القوات البحرية الملكية السعودية في بحر عمان مرورا بمضيق هرمز تواصلت خلال الأيام الماضية، وشملت جميع أبعاد العمليات البحرية، إذ تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وعمليات الأبرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية. طالما المسألة إلى حد ما تخصصية، فخلونا نبدأ مع العقيد إبراهيم المرعي باعتباره عسكري وعقيد ركن وخبير استراتيجي. ما هو التفسير المنطقي يعني لهذه المناورات بظرفيها الزماني والمكاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييك أخي إدريس وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدي قناة روتانا. يا سيدي الكريم، هذه المناورات تأتي في وقت نرى تهديدات متعددة موجهة للمملكة العربية السعودية، تحمل رسائل عدة. أول رسالة موجهة أن المملكة العربية السعودية لم تستخدم إلا جزء يسير من قواتها في حرب اليمن. على سبيل المثال كأرقام، لم تستخدم سوى 15% من القوات البرية. القوات الجوية لم تستخدم إلا عندما استخدمت الطاقة الجوية الكاملة في البداية، كانت في 15 دقيقة عندما حققت الهيمنة الجوية. في أيضا فرض الحظر البحري، معظم المستخدم من القوات البحرية هو الأسطول الغربي وليس الشرقي. النقطة الأخرى والرسالة هي أن المملكة قادرة على ردع أي عدوان يهدد مياهها الإقليمية ودول مجلس التعاون الخليجي والمساهمة، لأن المملكة ليست مسؤولة فقط وحدها عن ضمان وسلامة حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، هي مسؤولية دولية. ولذلك نحن نقول ردع العدوان تجاه المياه الإقليمية أو الدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن تساهم مع الدول الأخرى في ضمان حرية الملاحة. يا سيدي الكريم، أنا أعتقد أن هذه المناورات وترافق معها فقط للإحاطة، ترافق معها أيضا مناورات جوية في قاعدة الظفرة في الإمارات ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. كانت هناك مناورات جوية في ذات التوقيت، ولذلك أنا أتحدث عن درع الخليج واحد كبحري ونتحدث عن مناورات جوية وإن لم يتم تغطيتها إعلاميا. يا سيدي الكريم، أنا أعتقد أن ما يتم الآن هو عبارة عن تنفيذ
استكمال مناورات سيف عبد الله التي أتت بمنظور جديد في العلم الاستراتيجي والعسكري. إيش هو الجديد؟ وهو أن المملكة قادرة على العمل عسكريا على 3 جبهات: الشمال والشرق والجنوب. ولذلك عندما يكون هناك حرب دائرة في اليمن وتقدم فيها المملكة عملية إسناد للجيش اليمني الذي يخوض الحرب لسعادة الشرعية، وهناك مناورات بحرية، فهذا مؤشر على أن هذه النظرية يراد من قيادة القيادة العسكرية في المملكة أن تحقق وأن يتدرب أبناؤها من الضباط والأفراد على هذه النظرية. ممتاز أستاذ خالد، أنت إيش رأيك؟ يعني أيضا لماذا بظنك استفزت مثل هذه المناورات إيران، رغم أنه يعني مهم المحافظة زي ما قال على الأمن الإقليمي والدولي للمضيق؟ إيران تعيش حالة توتر دائمة طيلة 30 عام، ويهمها أن تكرس سيطرتها وسطوتها في المنطقة إقليميا، ودائما تقنع نفسها أنها هي الآن صاحبة النفوذ الأقوى في المنطقة. اللي حصل في السنوات الأخيرة أن المملكة لم تعد أو غيرت سياستها، فلم تعد ذلك اللي الطرف الإقليمي اللطيف في المنطقة أو النايس جاي على التعبير الغربي. المملكة الآن تمارس سياسة مختلفة عن السابق. في السابق كانت تمارس هي اضطرت لذلك ولا لا؟ طبعا يعني وجدت أنها أمام خيارين لا ثالث لهم، أما أن تستمر في منحة الحقيقة أمام متغيرات إقليمية لم تعد الظروف تخدم السياسة السعودية المعتادة، أو أنها تتخذ سياسة جديدة تقوم على فرض نفسها كقوة إقليمية، خصوصا أنه لم تعد تثق ببعض الحلفاء اللي دائما كانوا عنصر خلق التوازن في المنطقة أو الضامن لتوازن المنطقة. إحنا لو نظرنا إلى ميزان القوى البحرية بين السعودية وإيران، طبعا الميزان مختلف تماما. يعني عندك أنت هنا نظرية الكم والكيف، يعني إيران عندها كم في عدد القطع البحرية، على فكرة عندها 3 فرقاطات أو 3 غواصات أيضا، ولكن معظم قطاعها البحرية هي الزوارق التي تستخدمها في الزوارق السريعة الخفيفة التي تستخدمها في القرصنة وفي إظهار نوع من الوجود العسكري. أنت تريد أن تقول أن الكيف هو الأهم؟ نعم، للمملكة تملك الفرقاطات التي تملكها السعودية الحديثة حاليا، قادرة على التخفي، وتملك تقنيات الحرب الإلكترونية، وهي تقنيات متطورة جدا قادرة على أنها تمنح البحرية السعودية قدرات كبيرة في مواجهة الأسطول المتهالك الصدأ الإيراني. أيضا المملكة تعاقدت على شراء 3 فرقاطات أمريكية جديدة من أحدث الطرازات هذا العام أو عام 2015، وبالتالي ميزان القوى السعودي الحقيقة يتفوق من ناحية الكيف، وفي الحروب الآن هو دائما ما هي قدرات القطع الحربية والعسكرية تملكها. مع وجود التفوق الجوي أنا أعتقد السعودية قادرة على أن تفرض هيمنتها البحرية وحماية حدودها البحرية في المنطقة. ممتاز دكتور جاسر، خلينا نقول العلاقة السياسية للمملكة، العلاقة السياسية الناعمة فيما مضى فهمت على غير ما كانت يعني تقصده، فهمت على أنها ضعف يعني، فيمكن هذا شجع دولة مثلا متنمرة مثل إيران على هذا. هل جاءت الآن ما يمكن أن نسميه يعني القوة السعودية أو المخالب في وقتها أو متأخرة؟ والله خليني أحاول أعطي منهجية في الموضوع من البداية. إذا تذكرنا عبر العقود الماضية كان التواجد الأمني البحري العسكري في الخليج بالنسبة للدول العربية المشاطئة للخليج معدوم أو ضعيف جدا. كان هناك وجود عسكري أمريكي بحري عسكري أمريكي وإيراني فقط لا غير، بمعنى كما لو كان الخليج العربي بحيرة لا تخص العرب، ليس فيها تواجد عسكري بحري. الدولة المشاطئة من الناحية الشرقية هي دولة واحدة هي إيران، على الناحية الشاطئة الغربية هناك 6 دول عربية لم يكن لها تواجد عسكري يأمن مصالحها ويضمن استمرار العبور الاقتصادي عبر أهم مضيق اقتصادي ربما في العالم. هذا الوضع كان مقبول في الماضي على أساس افتراض أنه التواجد الأمريكي يعطي بعض التوازن للهجومية الألمانية الإيرانية،
ولكن اتضح ربما في أخيرا يعني في الشهور الأخيرة أن التواجد الأمريكي ليس لمصلحة أهل المنطقة وإنما لمصلحة أمريكا بالذات، وهنا تأتي ضرورة الاعتماد على النفس. فالسعودية وأخوانها في الخليج قدموا الآن ما يسمى درع واحد بحري، لاحظ التسمية درع واحد، هي المناورة الأولى بشكل واسع على المستوى البحري، ولها ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو إثبات جاهزية للطرف الآخر المعادي، نحن موجودون ونستطيع أن ندافع ونستطيع حتى أن نؤذيك. والشيء الثاني هو إعطاء العالم، تنبيه العالم إلى أن هناك طرف يستطيع أن يضمن بسلام حرية الملاحة الاقتصادية في المنطقة. والشيء الثالث أعطى رسالة إلى إيران أنه إيران لها تواجد في البحار الأخرى، في البحر الأحمر، في مضيق باب المندب، في البحر العربي، ونستطيع أن نرد بالمثل، أن يكون لنا يا منطقة الخليج العربية تواجد بحري عسكري أيوة أمامكم في المنطقة المشتركة بيننا وبينكم. بينكم، ممتاز. عقل، أنت كيف تثمن أو ترى أهمية إقامة مثل هذه المناورات؟ يعني ربما الأخوان شرحوا هذا الجانب، جانب أهمية التواجد العسكري البحري في الخليج، لأنه هذا الشيء الطبيعي. وفي شغلة يعني فيه مفهوم الجاهزية، مع الأسف يعني أنا أعتقد أنه هذا مش بس في الخليج، في العرب كلهم الجاهزية تأتي حينما يعلن شن حرب أو يعني يريدون أن عندما يبدأ الخطر. إيه بس هذا يصير متأخر يعني، وأنا أعتقد إنه يعني جرت ملاحظات على في بعض الحروب الإقليمية بأنه الجيوش يعني ليست جيوشا كما تسمى، يعني مسترخية يصيبها الاسترخاء. أنا أعتقد إنه المناورات يعني الإيرانيين عندهم مناورات يعني بالسنة دورية مجدولة المسألة، وهي شيء طبيعي للجيوش، حتى الجيش الأمريكي البريطاني يعني هذه ما عندها، البريطانيين ما عندهم يعني حرب، الفرنسيين ما عندهم حروب، بس تشوفهم يشاركون في مناورات في الشرق، مناورات في الغرب، مناورات في الوسط، بمعنى أنه القوة اللي عندك إن لم تكن جاهزيتها عالية أنت في وقت الحاجة ما تستفيد منها، تلقى شيء متكلس. الشيء المهم في يعني اللي أنا كنت ودي أركز عليه، إيران في كل المناورات اللي سوتها في الخليج يعني بس في مياه الإقليمية ما كان يصدر بيانات خليجية تدين هذه أو شيء أو يعني تثير بأنها تمثل خطر على الخليج. إحنا نتذكر المناورات الإيرانية كيف كانت الصواريخ تطلع من الموت تدخل يعني أوكي أنا أعرف أن هذه مهيبة الفعالية الحقيقية للمناورات، بس طبعا الإنسان الخليجي والإنسان الطبيعي العادي اللي مو بعسكري لما يشوف هالنوع من الـ يعني الـ الصور السريعة والصور يعني يشعر بالخوف. فما كان ما أحد أصدر بيان في يوم من الأيام من دول الخليج يدين المناورات الإيرانية، ليش أنتم اليوم ولا قالوا في البيان أنه والله هناك مثلا بواخر تجاوزت الخطوط، هناك يعني حالات طيران بحري تجاوز المناطق المحددة عشان طيب دول سوت مناورة ويعني ضمن مقاسات. تقصد أنت أنه إيران المفروض أنه ما بس ما يوريك حقها. إلى أي مدى الإيرانيين يعني يعتقدون ويريدون أن هذا الاعتقاد يكون سائد، أنه أهل الخليج عالم تحت العلم الأمريكي، مجرد ما يسحب غطاء يعني هم أصلا ما يريدون يعني. ما المعنى أن يعني يدخل واحد مثل سليماني ولا الحاج الحرس الثوري ما أدري من هو واحد صرح ثاني أنه يعني يدخل في قضية الأنظمة السياسية يتحدث عن هذا مناورة يعني وش دخل هذا ما له حق صح ما يعني شيء صح. تدخل في الشؤون الداخلية، هذا يوريك إلى أي مدى هذا المناورة أو هذا العمل استفز الإيرانيين، بالرغم أنه شيء طبيعي أنه يدخله. بس أنا أعتقد أنه مهم
أيضا أن يكون هذا المناورات على المستوى العسكري. الجيوش الآن نحن نتعرض إلى مخاطر إن لم ولا هي بدعوة للحرب. أنا يعني لا يفهم المشاهد الكريم ولا أنه الناس يريدون أن يكون عندنا جيش يحارب الآخر. لا لا واضح بس واضح. إذا احتجنا لا سمح الله في شيء يكون عندنا جيش قادر لأنه إحنا ندفع عليه فلوس وسنين. يعني أنت ضد بس حالة الاسترخاء. إبراهيم تبغى تقول شيء كنت بس باختصار لأنه الوقت 2015 أجرت إيران في 2015 26 مناورة. وأي مناورة حتى ولو كانت تتعلق بالصواريخ أو الدبابات تشرك فيها القطاع البحري لأنها ترى في القوة البحرية هي القوة الضاربة لديها. المملكة العربية السعودية لديها القوة الضاربة هي القوات الجوية ولذلك تريد أن تعزز قدراتها البحرية. عندما تذكر الغواصات على الصعيد العسكري في ميزان القوى هي تعتبر غواصات ديزل من الطراز القديم الإيران. الإيران لا تعتبر ذات فارق كبير. النقطة الأخرى هي ليست المناورة الأولى البحرية. أنا أتفق مع الدكتور جاسر أنه المناورة الأولى بشكل واسع ولكن ليست المناورة الأولى. أجريت عدة مناورات بحرية قبل ذلك. أنا أتمنى إشارة إلى ما ذكر أخي عقري نعم أن بإذن الله بعد أن تنتهي حرب اليمن بنصر ويكون هناك هدوء نوعا ما ولا نراه كذلك ولكن أن يكون هناك كيف تفعل الدول في حالة السلام تبعث وتشارك في مهام حفظ السلام العالمية لتدريب قواتها من ناحية اللوجستية والجاهزية. ممتاز ممتاز. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد إلى صنعاء وإن طال السفر. تتصاعد روح المعارك في اليمن في الوقت الذي قال فيه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن لديه خطة أممية متكاملة للسلام وحل القضية اليمنية وستطرح خلال أسبوعين. وبين أزيز الرصاص وأصوات القنابل ومفاوضات المكاتب والمبادرة الخليجية ينتظر المراقبون ما ستؤول إليه الأمور خلال المرحلة القادمة. أستاذ عقل يعني أنا أبغى أخذ منك بس باختصار هل تتوقع مع المحاولات الأخيرة أن يكون هناك حل سلمي أو أن يضطر الحلفاء إلى اقتحام صنعاء؟ ما يعني ما يقوله ولد الشيخ واضح ان عنده خطه بس السؤال هل هذه الخطه اللي الان كلامه بعد ما قابل الحوثيين بمعنى انهم قابلين على الاقل 90% منها هل هم فعلا لانه هل الحوثيين فعلا قابلينها صدق ولا نوع من الممارسات اللي تعود قعدوا في الكويت شهرين وفي النهاية طلع لا واستجمعوا قواهم طلعت صفر القصة. فهل الوضع الحالي هذا هل هو ناتج عن أنه القوى المعارضة للشرعية فعلا واجدة أنه عليها أن تذهب إلى هذا الطريق؟ هل القوى الإقليمية أيضا تريد أن تجد حلا في اليمن؟ إذا كان هذا متوفر نعم سيذهبون إلى السلام. لكن إذا كانت الدول الإقليمية والولايات المتحدة تحديدا تجد بأن الحل يجب أن يكون في منظور مختلف عن اللي يطرح فلن يمشي الحل. إذا الأمريكان يرون شوف سوريا ما لنا علاقة ولا نبغى نحارب ولا وما تدري لهم ينزلون قوات 500 و1000 يعني فالحوثيين قوتهم من يعني الموقف الأمريكي والموقف الإيراني ويعني قضايا الآن تقصد أن ضعف أو سلبية الموقف الأمريكي هو اللي قوى موقف الحوثيين؟ يعني القوى المناهضة للشرعية تستمد قوتها من الموقف الإقليمي والدولي بمعنى ليست المشكلة يمنية. طيب دكتور جاسر أنت إيش تعليقك؟ يعني بالفعل أنا ألاحظ أنه فيه محاولات دائما من ولد الشيخ ومن أيضا المتمردين أنه يعني يصير فيه هدنة. ولاحظنا أيضا في يوم في الكويت وذا أنه بعدها قاموا بتجميع قواتهم من جديد وعاد كل شيء كما كان.
كيف يمكن أن ينطلي؟ هل ينطلي هذا على يعني على قوة الحلفاء التحالف؟ أولا أود أن ننبه إلى عدم استعمال كلمة اقتحام صنعاء وإنما استرداد الشرعية لصنعاء. الموضوع الموجود الآن بيننا وبين اليمن هو موضوع في الأساس في اليمن، هي حرب داخلية في اليمن على مشروعية الحكم، وتسلسل الأحداث معروف. والأساس في الموضوع هو مشروع طويل المتفجرات منه في اليمن عربية، والقوابس أو السويتشات موجودة في طهران. هذا مشروع طويل، وهذا مشروع توسعي موجود في العراق وموجود في سوريا وموجود في لبنان. وبالتالي يجب أن نفهم أن هذا الخلاف ليس على منطقة حدودية أو خلاف على ثروات في منطقة حدودية بين السعودية وبين اليمن، وإنما هو خلاف على كل على أمن متكامل، أمن متكامل، وعلى مشروع إيراني وجد له من ينساق وراءه طمعا في الاستيلاء على الحكم في اليمن. وبالتالي لن ينتهي ولن نصل إلى سلم، ولا أتمنى أن تقتحم صنعاء مثل ما قلت، وإنما أن تسترد الشرعية، ولكن لن ينتهي هذا لن تنتهي هذه الحرب إلا بحدوث تغير إيجابي في إيران، في إيران نفسها، إما لأسباب داخلية أو أسباب خارجية أو بالإثنتين، أسباب داخلية وخارجية. ممتاز أستاذ خالد. أيضا الاعتداء على سفينة مدنية تابعة للإمارات العربية، كيف شايفه أنت؟ كيف ما هي مؤشراته؟ لا شك أنه دليل على الفوضى والتمرد اللي تبديه مثل هذه القيادة، وهذا سلوك مستمد من سلوك إيراني على فكرة. يعني أنا واثق أنه هو متعمد، لكن أنا أبغى أتكلم في زاوية أخرى. أي أول شيء صنعاء ما أعتقد أنه هناك هدف لاستعادتها حاليا، ولا أنا ما أشوفها مستعصية عسكريا. السؤال اللي يطرح نفسه ويشغل المجتمع السعودي الآن أنه في حالة تململ من هذه الحرب، وهذا الشيء تستطيع أن ترصده بكل وضوح في المجتمع. أنها قاعدة تستنزفنا، أن إحنا ما هي مصلحتنا، أنه لكن هل فعلا إحنا كنا نملك أي خيار آخر ألا نخوض هذه الحرب؟ أنا أبغى أنبه المجتمع إلى نقطة مهمة جدا. لو نجح هذا الانقلاب في تكريس سيادته على الحكومة وقيام دولة حوثية في اليمن، هنا ستمتلك هذه الحكومة السلطة السيادية على البلد، ولن نعود نملك أي حق في تدخل في سياساتها وعلاقاتها مع الآخرين وخاصة إيران. وبالتالي كانت اليمن في ظل حكومة ذات سيادة حوثية ستتحول إلى مستعمرة صواريخ إيرانية تهدد بها مدننا السعودية بصواريخ مثل ما هو حاصل في لبنان الآن. وبالتالي أنا أعتقد أن السعودية لم تكن تملك أي خيار سوى أن تخوض هذه المعركة في اليمن لحماية مصالحها، لحماية أمنها، لحماية كل شيء حقيقة. صحيح. لم يكن ممكنا أن نسمح للحوثي بأن يقيم دولة في اليمن ذات أو سيارة. إيران نفسها يعني أن تمد يعني أذرعها إيران كما دائما في سوريا وغيرها. في العراق الآن لا يوجد حكومة عراقية، لكن يوجد إيران من خلال حكومة عراقية شرعية، حكومة ظل. وبالتالي هذا كان سيتكرر في اليمن، لذلك خطوة المملكة خطوة مهمة، ومهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن أنا أعتقد أنه يستحق ذلك. ممتاز. طبعا أيضا على فكرة فيه ناشطين أطلقوا هاشتاج في اليمن، يعني أنه أنا نازل استعدادا لتظاهرة غدا الأحد في اليمن، يعني ضد الحوثيين وغيرهم. الكلمة لك أستاذ إبراهيم. أبغى أشوف أيضا زي ما قال الأستاذ خالد، إذا افترضنا وهو حقيقي يعني إذا أن هناك تململ شعبي من الحرب هنا في المملكة، هل ممكن نطمنهم على أن هناك بوادر لإنجاز هذه المهمة الوطنية؟ طبعا أولا دعني إذا سمحت لي أخي إدريس، بالأمس افتقد الجيش الوطني اليمني وافتقد الشعب اليمني وافتقدت قيادة التحالف رجل مهم جدا تواصلت معه شخصيا خلال هذا السنة والنصف، وهو اللواء عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، الذي رفض وكان من القلائل جدا رفض تسليم المنطقة الثالثة ورفض
الخروج من مأرب ورفض جميع الإغراءات التي قدمت إليه من قبل الانقلابيين. توفي بالأمس ونقول رحمة الله عليه. الله يرحمه. يا سيدي الكريم، نقول وقلنا من على هذا المنبر ونؤكد أن ما حققته الشرعية اليمنية والشعب اليمني ودول التحالف خلال عام وثمانية أشهر تقريبا في اليمن لم يحقق في أمثلة تاريخية مشابهة في التعقيد السياسي والجغرافي. وأضرب مثال كما ذكرنا ذلك عدة مرات، الولايات المتحدة ومع 28 دولة من حلف الناتو في أفغانستان قضوا 13 عاما وهم يسيطرون الآن على كابول. نحن نقول هناك 90% من الأراضي محررة، وجه في شهر سبتمبر فقط ثلاث ضربات يجب ألا تغفل ولا يغفل المتابع عنها للإنقلابيين. أولا نقل البنك المركزي الذي رفضت الحكومة الأمريكية نقله عندما وجه إليها خطاب بعد تحرير عدن في 28 رمضان 1436 والآن نقل. نتحدث عن يعني هذا نقل رغما عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كيف هذا اللي يقول أيضا عقل أنه شوف يعني ما يبغونه ينقل، ولكن كيف نقل عندما أتى أنا أعتقد بعد فشل مفاوضات الكويت التي استغرقت ثلاثة أشهر، وبعد رفضهم للمبادرة التي وقعت من طرف واحد، وبعد أن أتى كيري إلى هنا وذكر أثناء البيان الذي والمؤتمر مع الوزير عادل جبير قال هناك خيارات أخرى لا نود الحديث عنها، ورفضوا الاقتراح الرباعية وهو الخروج من المنطقة ألف التي تشمل صنعاء وتعز والحديدة وتسليم السلاح، وبعد ذلك يتم المفاوضات السياسية فيما يخص مشاركتهم في أي حكومة مستقبلية ومسألة إذا كان هناك ملاحقات كجرائم حرب إلى آخره. رفضوا ذلك، ولذلك كان الوقت مؤاتيا أن تقوم الشرعية اليمنية والقوات التحالف أو دول التحالف بقيادة المملكة لانتزاع قرار نقل البنك إلى عدن. وأنا أعتقد أن قرار نقل البنك إلى عدن لم يؤتي ثماره حتى الآن، لأن المرتزقة الذين يحاربون مع الحوثيين لا يحاربون من أجل عبد الملك أو صالح، وإنما من أجل مناصب وأمال. وإذا انقطع المال أعتقد أنه سيكون من السهل، ولا أقول من السهل، ولكن سيكون نقطة إيجابية لصالح دول التحالف سياسيا وعسكريا واقتصاديا. النقطة الأخرى وجود الحكومة في عدن. النقطة الثالثة الانتصارات التي حققت في الجوف بالسيطرة على مدينة الغيل التي كان يراد منها أن تكون صعدة رقم ثلاثة بعد صعدة وبعد ذمار. لذلك نقول أن هناك خطوات وأن هناك تقدم على الصعيد العسكري، على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الاقتصادي. أما أن يكون هناك من ينتظر أن تجنى الثمار بسرعة فنقول لا يمكن ذلك. ولذلك أتفق مع أن المسار العسكري والسياسي تسير على التوازي. خيار تحرير صنعاء عسكريا يجب أن يكون خيار، وهو كذلك لدى صانع القرار، غير مستبعد على الإطلاق. ليس الخيار الأفضل ولكنه ليس مستبعد. طيب هل أنت تتوقع أنه هذه الآن الهدنة التي يمكن أن تتم، اللي أعلن عنها أنها يمكن تتم خلال 72 ساعة، مجدية ولا يمكن أن تكون أيضا كالعادة؟ هذه الهدنة طلبت في اجتماع الرباعية في نيويورك، وحددت الفقرات تقريبا 6 أو 7 فقرات في بيان الرباعية، وكان من ضمنها الهدنة 72 ساعة. نحن نقول كما كانت هذه ثامن هدنة يا أخي، ثامن هدنة منذ بداية عاصفة الحزب. نقول أن التحالف في أول هدنة أوقف العمليات العسكرية، ولكن من الهدنة الثانية إلى هذه الهدنة أعتقد أن سيكون هناك هدنة، ولكن حال عدم التزامهم بها فإن التحالف غير ملزم بها. سؤال أخير أيضا، ليش القوات التحالف ما استعملت كل قواتها، كل قوتها، تقول بعضها 15% وغيره؟ لأن أنا نتحدث عن المملكة العربية السعودية. القوات السعودية مهمتها إسناد وتعزيز للشعب اليمني وللجيش الوطني، وليس قوات التحالف التي تخوض الحرب. يا أخي إدريس، عدد قوات التحالف المتواجدة في اليمن لا يتجاوزون من 2,000 إلى 3,000 فقط. لذلك نحن نقول هو الجيش الوطني اليمني الذي يخوض حربا لاستعادة الشرعية، وليس التحالف ضد اليمن، وهذا ما يريد أن يصوره الإعلام الانقلابي. ممتاز. تبي تقول شيء؟ بس أقول اللي يحاربون مع الحوثي في ناس لبسهم الحوثي القضية الوطنية
وأنهم يدافعون عن اليمن. علينا أن نغير نهجنا الإعلامي حول مسألة الناس. نحن لم لا نمن على اليمن ولم يحدث مقصود أن علينا أن نقول هذه قضية تخصكم أنتم الآن. أنتم أمام مرحلة تاريخية، تريدون أن تبقون اليمن لكم أو تريدون أن تفقدون اليمن، هذا خياركم. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم جديد لموضوعنا التالي. وأخيرا ظهرت هيئة الترفيه بعد غياب، وجاء ظهورها وسط برامج منسوبة لها تم تداولها على نطاق واسع وسط صمت مطبق، قبل أن يظهر الحاضر الغائب رئيس هيئة الترفيه أخيرا دون أن يطرح رؤية واضحة أو صورة عما سيكون عليه مستقبل الترفيه في السعودية وسط حال من الترقب من كافة شرائح المجتمع. ها دكتور جاسر، الحقيقة وصلنا معلومة من خلال الواتساب وغيرها أنه يعني تم إجراء 166 تقريبا فعالية ترفيهية. أنا كمواطن ويبدو آخرين ما بعد حسوا فيها، بس في كل الأحوال باينها يعني تم تسريبها من باب جس النبض. هل هذا لاستقراء رأي الناس أو لردة فعلهم؟ هل هم خايفين؟ إيش الموضوع؟ والله ما أقدر أعطي جواب واضح عن الموضوع، لكن اللي نحن أمامه هو في نظري مفهوم خاطئ عن الترفيه من قبل المسؤولين عن الترفيه، كأن الترفيه بضاعة معلبة تباع وتشترى. هل الترفيه هو مهمة الدولة أم مؤسسات الدولة، أم هو فضاء حرية للناس لامتصاص طاقات الشباب، لاكتشاف المواهب، للبحث عن الراحة بعد العمل، للتمازج الثقافي، للتبادل الفكري؟ طيب كيف يتم هذا؟ الترفيه. اي وشلون تبغى يتم؟ يجب ان نفهم او نحصل على جواب، لماذا لدينا عقلية ترفض ذلك النوع من الترفيه الذي تمارسه في الخارج وتمارس ما هو أسوأ منه، وتمارس في الخفاء بعيدا عن العلن انواع من الترفيه المتسيب أسوأ بكثير حتى من الترفيه الممارس في الخارج. هنا في مفهوم خطأ للترفيه، يجب أن يعرف ما هو الترفيه. الترفيه هو نشاط اجتماعي مفتوح أمام رقابة الجميع لامتصاص طاقات الشباب، لاكتشاف المواهب، وللراحة وتبادل الأفكار بعد العمل المضني الإنتاجي. ليس لا يوجد عندنا. لماذا تتكفل الدولة بالترفيه؟ من تبغى يسوي الترفيه؟ الشعب نفسه. تطلق الحريات للناس انه الحين هم هذا هم يعني يعودونهم، ترى احنا معوقين في هذا الجانب. احنا لا نعرف ان نرفع عن انفسنا، احنا كنا يعني في حاله اكتئاب. لا فالان لا يعني اطلقوا قالوا افرحوا. ما يقدم هو بضاعه معلبه، كانك تشتري ترفيه وتقول للمواطن تفضل يا مواطن انا شريت لك علبه ترفيه. هذا ليس الترفيه. الترفيه هو حريه ابداعيه تبادليه بالمشاهده وبالسمع، ولكن هذا المفهوم غائب عن الترفيه. عقل أنت كيف شايف التوجه نحو الترفيه؟ لا من ضمنها أيضا تلميحات وإشارات إلى أنه ممكن يكون هناك سينما، ولكن يعني حتى الآن أنا ما أدري وش هالرعب من الترفيه. يعني رعب من؟ المسؤولين. هذا الأستاذ المعالي رئيس الهيئة يعني يقول السينما تحت النظر. ايش محكمه ولا تزال في الاماره احنا تحت النظر. ايش قلنا يا اخوي؟ وش بيصير فيها؟ وش ليش تحت النظر؟ يعني تحت النظر كيف؟ طيب ما كنت تقدر تقول هذا الحكي عقل قبل مثلا سنتين او ذا؟ لا ما خلوا في الترفيه ولا شيء. لا انا اقصد هم الان يقولوا تحت النظر لانهم يشعرون. لا خلينا نصير واضحين. استنى شويه. الى حد ما في فترات معينه في سنوات مضت يعني مع بعض الناس فهموا انه صحوه او ذا هي حاله من التشديد والترهيب الذي تمادى الى اكثر مما يجب، ولا كلنا مع يعني المحافظه على الدين وذا. الان انت تقول يعني وش الغريب في السينما؟ من اول ما حد يقدر يتكلم يقول في السينما. لا بس كل الناس كان لنا 5 سنين او 10 سنين والناس يكتبون يا اخي في ادوات ترفيه
يعني آمنة وصحية ونفسية. زي إيش؟ زي السينما، زي المسرح، زي يعني أشياء العمل في 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 كل مكان للرجل والمرأة. إحنا كمان عندنا مشروع تحول وطني ومشروع عملاق، ونبي نخلق سعودية مختلفة. ما نقدر نخلقها وحنا خايفين من كل شيء. كل شيء اللي بنسويه هذا نقول تحت النظر. هذه قاعد ابن الحلال يومين يدور وش بيقول عن السينما، لقى هذه تحت النظر، ما تقدر تمسك شيء تحت النظر. طيب انت متفائل؟ المهم متفائل، بس راح هو ضحية شمس الشارزة. ايه؟ الظاهر بيصير ضحية تحت النظر. إبراهيم انت كيف شايف انه في توجه للمجتمع، في توجه نحو الترفيه؟ انا اعتقد انه انا مع الدكتور جاسر انه التشدد يؤدي الى التطرف. يعني انا مثلا في فترة معينة في سنوات مضت قد كتبت انه يعني منع الكيبل في ذلك الحين اللي يشرف على القنوات الفضائية كان خطأ، لأنه انفلتت بعدها القنوات الفضائية وبعض القنوات حتى الممنوعة إلى حد تحول التلفزيون إلى ملهى ليلي. إلى ملهى ليلي ليه؟ ما يراقب. بينما في دول مثلا زي البحرين ولا الكويت وغيرها في كيبل يراقب، حتى في أمريكا نفسها في أفلام معينة ما تعرض إلا في منتصف الليل. أنا أخشى أنه نصل إلى حالة من تطرف الترفيه تكسر بعض التقاليد. أنا أعتقد أن الترفيه هو جزء من منظومة اجتماعية لا يجب أن لا نغفل الجانب الاقتصادي فيها. نحن نرى في كل إجازة يا أخي إدريس والكل يرى، لا على سبيل المثال مدينة الرياض تصبح شبه خالية، الناس يذهبون خارج المملكة إما إلى دول الخليج أو إلى دول أخرى. ولذلك من الجانب الاقتصادي مهم جدا أن يعاد النظر في هذه المسألة. وأنا أقول أننا نتأخر كثير جدا في قرارات لا تحتاج إلى هذا الزمن وهذا عقد من الزمن أو عقدين من الزمن حتى نتخذ قرار. أنا أقول أن كثير من الأمور التي تتعلق بالشأن الاجتماعي أو الاقتصادي ومنها الجانب الترفيهي هو قرار سياسي. المجتمع متقبل الآن لأي تطور يخدم البلد ويخدم المجتمع ويحفظ أموال المواطن داخل المملكة العربية السعودية. وتشجيع للقطاع الخاص وهذا. طيب ما إيش رأيك يا خالد؟ إيش أبرز المعوقات طالما أنه الدولة ترغب في؟ الدولة لا ترغب. الدولة لا ترغب. لا ترغب. لو كانت الدولة ترغب ما كانت استمعت للآراء التي تمنع السينما أو أنها تضع قيود على بعض الأنشطة. الدولة ترضخ لرغبة بعض المحافظين، يعني فهي يعني تلبي رغبات الشعب. عندما أرادت الدولة أن تتخذ بعض القرارات، تغيير الإجازة الأسبوعية، عندما أرادت أن تتخذ بعض القرارات الخاصة التي إيقاف نشاط الهيئة أو تحديد نشاط الهيئة، لم تنظر لأحد واتخذت قراراتها. مسألة أنه أنا وراعي المجتمع أو جزء من المجتمع في بعض القرارات تخص كل المجتمع وأقول أنا هذا يخضع لرغبة التغيير في المجتمع، هذا خاطئ. أنت ما منحتني خيار هنا، زي قيادة المرأة للسيارة لما تقول الله خيار المجتمع، أنت ما أعطيتني الخيار هنا، أنت منعت الكل وبعدين قلت هذا خياركم. طيب أنت كيف منعت الخيار؟ السينما لو يدرك البعض، أنا أعتبر أنه بيئة السينما أكثر أمانا من بيئة غرفة التلفزيون في البيت. في البيت هذا صحيح، وفي الملحق ولا بالاستراحة، الرسيفر اللي في البيت تشوف فيه أفلام عن طريق بعض الشبكات الاشتراكات المدفوعة ما غير مقطع فيها شيء أبدا. أما السينما فهي بيئة خاضعة للسيطرة، تستطيع أن تتحكم بمن يدخلها ومتى وماذا يعرض فيها. لذلك احنا لما نتكلم عن الترفيه انا اعتبره جزء من الترفيه. انا تصريحات المعالي الاخ يعني يسلونك الدكتور احمد الحقيقه جزء من الترفيه لما يتكلم عن انه والله احنا عملنا 166. وين هذا 166؟ انا ما شفت شيء الحقيقه. اختتم بسؤال الله يرضى عليك. يا خلي شوف ابراهيم. ايوه، عندما يقول اخي خالد الدوله لا ترغب، انا اقول ان الدوله ترغب في كل ما من شانه ان يسعد هذا المواطن. ولكن للأسف قد يكون هناك من المستشارين أو من يرفع لصانع القرار ويهول له أنه لو اتخذ هذا القرار سيكون له ردود فعل عكسية اجتماعية وأمنية. ولذلك نحن نقول كما ذكر الإخوان أكثر من 90-95% من الشعب السعودي لا يرون أن هناك مشكلة في أن يكون هناك سينما على سبيل المثال. ولذلك هو قرار سياسي مطلق.
يعني تعتقد أنت أن البطانة الفاسدة هي اللي هي أبرز المعوقات وهي التي تهول؟ قد ترفع تقارير لا ليست دقيقة وحقيقية. جاسر عندي سؤال وتعليق بسيط، هل هناك دولة في العالم تتكفل فيها الدولة بترفيه الشعب؟ أم أن الترفيه نشاط اجتماعي مفتوح، هذه واحدة أمام الملأ. بالمقابل إذا أنك حجمت لدواعي أخلاقية أو خوفا من الانزلاقات الأخلاقية الترفيه المطلق، إذا لماذا لا تمنع السياحة الخارجية؟ لماذا لا تمنع السياحة الخارجية؟ ولا بد أن تعترف أنه مقابل منع الترفيه على الملأ بالمطلق أمام الأنظار والأسماع نشأ لدينا تنفيذ بالسر، مثل ما نشأ المنهج الخفي في التعليم الترفيه الخفي السيء المتسيب المنحط أخلاقيا. مؤاخذة بس عندما لا تسأل سؤال مهم، هل الدولة هي اللي تقدم الترفيه؟ احنا ما نبغى الدولة تقدم الترفيه، تسمح لمن يقدم. هذا الكلام، المشكلة انها لا تسمح. هذا هو. فاصل ثم نعود اليكم. موضوعنا الأخير هو عن الإسكان طبعا، وتصريح الوزير وزير الإسكان أنه الوزارة تواجه عدد من التحديات اللي هي أنه طبعا الطلب أكثر من العرض من خلال محدودية طبعا الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع. إيش تعليقك على مشكلة الإسكان؟ باختصار الإسكان، حل مشكلة الإسكان يتطلب توفير قطعة أرض صغيرة، توفير قطعة أرض، هذا هو في المقام الأول. وهذا لا يحل إلا بقرار سيادي يسترجع الأراضي أو الإقطاعات الموهوبة والمنهوبة. شكرا. أوف والله أنا خايف يوقفون البرنامج. أيوة أستاذ خالد، أنت إيش تعليقك؟ سيدي هي أزمة فكر شرد لسنوات طويلة ولم يجد لهم مكانا في مسكن الحكومي. هذه القضية تراكمات عشرات السنين من سوء الإدارة وسوء الدبرة. الحلول لما جو قالوا الحين هذا فيما مضى. نعم. الآن ما هو الحل؟ الحل أنا برأيي أنه الدولة الوزارة بحاجة لأراضي كما يقولون. طيب أنا أرى أنه إحنا عندنا أزمة أراضي بالفعل، وهذا لن يكون إلا أنه إحنا الدولة تستعيد أراضي المنح الكبيرة التي منحت في أوقات معينة. إذا لم تطور يجب أن تستردها. منحت أراضي للناس يبنوا بيوت. وأيضا ها يا خالد، لا أتكلم عن القطع المليونية وأنت تعرف ايش أقصد. أيه. وعلى الأقل ألا تورث إذا كان في اعتبارات اجتماعية تمنع استردادها اليوم، ألا تورث. أيه. ولا تخاف، كتبتها في مقالين ثلاثة ونشرت. لا ما خايف، أنا أمزح معك. المشكلة هناك أنك إنه يجي واحد يبغى يناقش أو يحل قضية الإسكان عنده بدال البيت بيتين، لا يستطيع أن يفهم معاناة الشخص اللي ما عنده حتى ملحق يسكن فيه وساكن في بيت أبوه ولا عنده. يعني عكست الآن حتى اجتماعيا أنه ما عاد حتى الناس الشباب قادرين لا يتزوجون لا يفكرون. يعني مسألة معقدة جدا، ولا ودي أتكلم أكثر عشان ما أحرجك. طيب إبراهيم، أنا أود أن أوجه رسالة إلى كل مسؤول في المملكة العربية السعودية وأخص معالي وزير الإسكان. نحن عندما نشكل فرق العمل، لا نتحدث في التفاصيل إسكان، عندما نشكل فرق العمل أشكل فريق عمل من الذين يقولون لي في كل مرة حكيم يا شيخ. ولذلك نتمنى أن يكون فريق العمل هناك من يخالف وجهة نظر الوزير. يقول غلطان يا شيخ. نعم. ما تبي واحد يقول حكيم يا شيخ. أتمنى أن أرى على سبيل المثال، على سبيل المثال وليس الوحيد، عبد الحميد العمري ضمن فريق العمل لوزارة الإسكان ومثله كثير. ولذلك عندما يكون هناك رؤى مختلفة قد نرى سرعة إنجاز المواطن. أعتقد الدولة ما قصرت وقدمت الأموال، ولكن بقي هناك سوء إدارة لم أرى لها نظيرا في العالم أجمع في الوزارة الإسكان التي نراها في المملكة العربية السعودية فيما مضى. طبعا فيما مضى، ونتمنى أن نرى تغيير يلمسه المواطن وليس كلاما وحديثا. ممتاز. آخر شيء باختصار، ما فيهم يقدمون سكن وهم يخصمون من راتب الإنسان، ما فيه، مستحيل، ما خلوا راتبه. يعني توه الآن منول عنده راتب كامل وبانتدابات وبدلات، ما صار. ليش ما الإسكان ما صار إلى الحين؟ كلها تصريحات ما لقينا ولا شيء. هالحين يقدم إسكان وزير الإسكان؟ لا، ما راح يقدم إسكان ولا شيء. انتظروا لين الله يفرجها. طيب على حال، انتهى وقت البرنامج، نلتقيكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله.
في أمان الله. وشكرا للضيوف الكرام، نسيت أقول شكرا للدكتور جاسر حربش والأستاذ عقل الباهلي والعقيد إبراهيم المرعي والأستاذ خالد سليمان، وشكر موصول إليكم فمن الله.